اليوم هنا في الساعتين أننا بعض الردوشات فقط. خصص بعض الأساتذة آخر يوم قبل انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط حصص إضافية لتلاميذهم في المدارس التدعيمية بين حل المواضيع النموذجية وتقديم نصائح حول كيفية التعامل مع الموضوع. قدمنا فيها بعض الرتوشات الأخيرة وبعض النصائح التي يمكن أن تفيد التلاميذ في الامتحان. هذا الشيء اللي قدمناه اليوم فقط. مراجعة طفيفة لبعض الأشياء التي يمكن أن تساعد التلميذ. خذينا بعض النماذج بجهاز داتاشو فقط لوضع بعض النقاط الغير مفهومة من طرف بعض التلاميذ. المراجعة، المذاكرة، حصص الدعم مع قليل من الاسترخاء هو ما ميز اللحظات الأخيرة، سيما وأن اليوم الأول من الامتحانات مخصص لأربعة مواد كاملة. وعشية كنروح للدار راجع شوية تربية إسلامية مدنية ونراجع شوية عربية، ولازم نقضوا بكري باسكو غدوة عندنا شهادة وموضوع 7:30 ولازم نروح نص قبل الوقت. نبدأ ندير هذا اليوم خاص بالريفيزيون، نريفيزي المواد تاع غدوة، نعاود نكوبيري كيما إسلامية مدنية عربية فيزيك. دوكا فيزيك سي بون، الفيزيك تاع مع البروف. كي نروح للدار يبقاو لي 3 مواد تحفيظ، نزيد نضرب عليهم طلع نشوفهم شوية. ايش من فضلك عاودنا هذا الارتفاع؟ المتعارف عليه هو تخصيص اليوم الأخير قبل الامتحانات الرسمية للاسترخاء والتنفيس، إلا أن الكثير من المقبلين على امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط فضلوا مواصلة الدروس الخصوصية إلى آخر لحظة.